من بيروت الخبير الاقتصادي نسيب جبريال، أهلا وسهلا بك. عندما نتحدث عن 370 مليون دولار خلال سنة أعلنت الدول المشاركة عن منحها للبنان، إلى أي مدى هذه المساعدة كافية ويمكن أن تلبي الدعم على أرض الواقع في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها لبنان؟ أولا، المبالغ التي رصدت في مؤتمر الذي عقد اليوم هي مساعدات إنسانية كما أوضح الرئيس الفرنسي وكما أوضح المشاركين، وستذهب لدعم الغذاء، للتعليم، للتدريب، وإلى أهداف إنسانية بحتة وليس إلى أهداف إعادة النشاط للاقتصاد اللبناني وإعادة ضخ سيولة في القطاعات اللبنانية. هذه الأموال التي رصدت اليوم هي بالتحديد للمساعدات الإنسانية، خصوصا أنه المؤتمر الثالث منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب من العام الماضي الذي يخصص مساعدات أيضا إنسانية، وبالتالي هي فقط مساعدات محددة، لأن المجتمع الدولي كان واضح جدا أن المساعدات المالية للاقتصاد وللدولة وللموازنة العامة لن تأتي إلا من بعد تشكيل حكومة قادرة على وضع برنامج إصلاحي تمويلي شامل ومتكامل والذهاب به إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى اتفاق تمويلي إصلاحي مع صندوق النقد، وتوقيع صندوق النقد على هذا الاتفاق يعطي مصداقية وانضباط بتطبيق الإصلاحات التي بحاجة لها الاقتصاد اللبناني. ولكن من المعروف سيد نسيب بأن تشكيل الحكومة بات موضوع معقد في لبنان وليس بهذه السهولة، يعني ويعني الولايات المتحدة، فرنسا والعديد من الدول يبدو وكأنها يعني تضع اشتراطات على هذه المساعدات، وهي اشتراطات سياسية، إصلاح سياسي من أجل هذا الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي يعني هل تعتقد بأن لبنان سيبقى يدور في دائرة مغلقة؟ أولا، هي مسؤولية اللبنانيين أن يشكلوا حكومة، ونحن منذ 11 آب الماضي، يعني تقريبا منذ سنة، ليس لدينا حكومة في لبنان، فهذه مسؤولية الأحزاب اللبنانية وليست مسؤولية المجتمع الدولي. أكيد سيد نسيب، ولكن عند الحديث عن الدعم الدولي، يعني ربما موضوعنا اليوم كان يعني هذا الدعم الذي يعني تم تخصيصه في يعني المؤتمر الدولي، نتحدث عن هذه النقطة بالذات، هل هي مشروطة أم هي مجانية؟ لا، المساعدات الإنسانية التي رصدت اليوم هي غير مشروطة، ولكنها لن تأتي من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية ووزارات الدولة، ستأتي من خلال وكالات الأمم المتحدة والجمعيات الغير حكومية، وهذا مؤشر عن عدم ثقة المجتمع الدولي بالسلطة السياسية في لبنان، ما يعكس عدم ثقة المواطن اللبناني بهذه السلطة. ولكن بالنسبة للمساعدات المالية لدعم الاقتصاد، في نيسان 2018 انعقد مؤتمر سادر في باريس الذي رصد 11 مليار دولار لتمويل إعادة أعمار البنى التحتية وتأهيل البنى التحتية في لبنان، مقابل قائمة من الإصلاحات هي تعد اليوم متواضعة جدا بالنسبة لما كانت عليه في 2018، وكان المجتمع الدولي كثير واضح، لا أموال بدون إصلاحات في 2018، الإصلاحات التي اتفق عليها الجهة اللبنانية مع المجتمع الدولي ولم يطبق شيء منها. فالمجتمع الدولي لديه خبرة مع السلطات اللبنانية بالوعود بتطبيق الإصلاحات وعدم تطبيق شيء منها. صحيح. وهنا يتكرر حاليا، المجتمع الدولي يقول لا نستطيع إعطاء دعم مالي للبنان، خصوصا أنه يتطلب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وليس هناك جهة اليوم مقولة أن تفاوض صندوق النقد الدولي إلا حكومة جديدة. وأكرر، المسؤولية هي على الأحزاب اللبنانية أن تشكل حكومة وتضع برنامج إصلاحي لتذهب للتفاوض إلى صندوق النقد. الشرط الوحيد للمجتمع الدولي هو الاتفاق مع صندوق النقد على برنامج إصلاحي، ومن بعدها مستعد المجتمع الدولي أن يدعم لبنان ماليا وتقنيا
بالإضافة إلى التمويل الذي سيأتي من صندوق النقد. طيب يعني كما نرى الآن سيد نسيب على الشاشة، نرى احتجاجات في وسط واشتباكات في وسط بيروت، وبالتالي يعني مدى ارتباط هذه الاشتباكات بسوء الأوضاع الاقتصادية وأيضا بالمؤتمر الذي دار اليوم؟ ما يحدث من بعض أعمال الشغب لا يعكس ضخامة الحدث اليوم، وهو الذكرى الأولى على كارثة انفجار المرفأ، وهناك عشرات الآلاف من اللبنانيين يشاركون في هذه المراسيم، وما نشهده اليوم هو أقلية مشاغبة لا علاقة لها لا بتشكيل الحكومة ولا بذكرى 4 آب، ولكن طبعا هناك غضب شعبي أولا من تلكؤ السلطات في الوصول إلى نتيجة تحقيق في انفجار المرفأ، وثانيا بعدم مجابهة التردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد بأي إجراء عملي وفعلي يخفف من وطأة غلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية من وقود ومازوت وبالتالي من كهرباء وغلاء وفقدان الأدوية على سبيل المثال. فأكيد هناك غضب شعبي عارم على السلطات، ولكن أعمال الشغب مرفوضة بكل الأحوال بغض النظر عن مستوى الغضب الشعبي. طيب بما يخص يعني حسابات اللبنانيين اليوم، يعني من المعلوم بأنها مجمدة ولا يستطيع اللبناني سحب يعني المبالغ المالية التي يريد، وبالتالي يعني هل من حل يعني يلوح في الأفق قريبا سيد نسيب، يعني وهو يزيد المشهد تعقيدا، خصوصا وأنه يعني المسؤولين السياسيين من الواضح بأنهم بلبنان باتوا مغيبين عن الوضع الاقتصادي. الموضوع المصرفي في لبنان مرتبط بشكل أساسي بالثقة. هناك أزمة ثقة بدأت بأواخر 2017 وتمددت على نطاق الفئات المجتمعية والاقتصادية في لبنان لغاية انفجار الوضع مع الانتفاضة في تشرين الأول 2019، وأزمة الثقة هذه انسحبت على القطاع المصرفي، ما أدى إلى وقف تدفق السيولة من الخارج، وبالتالي إلى وجود قيود للسحوبات بالعملات الأجنبية فقط، أما السحوبات بالليرة اللبنانية فهي متاحة اليوم، ولكن هذا لا يعني أن ليس هناك أزمة، ولكن حل الموضوع المصرفي هو متعلق بالإصلاح الشامل، بالإصلاحات الشاملة، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، باستعادة الثقة. هي بدأت كأزمة ثقة بين القطاع الخاص اللبناني والسلطات اللبنانية، وتمددت إلى أزمة ثقة بين الشعب اللبناني والاغتراب اللبناني والقطاع الخاص في لبنان مع السلطة السياسية والأحزاب في لبنان، وبالتالي استعادة الثقة يؤدي إلى استعادة ضخ رؤوس الأموال إلى لبنان، وبالتالي وجود تواجد سيولة بالعملات الأجنبية في السوق اللبناني، وبالتالي يؤدي هذا إلى من ضمن المشروع الإصلاحي إلى إعادة إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتأمين السيولة لدى القطاع المصرفي. فهو الوضع المصرفي ليس منفصل عن ما يحدث اقتصاديا وماليا، وبالتالي نحن أيضا في القطاع المصرفي في انتظار الخطة الشاملة التي يجب أن تتضمن التطرق إلى الوضع النقدي والمصرفي. طيب هذه الخطة الشاملة سيد نسيب، يعني هل برأيك هذه الاحتجاجات التي تتسع رقعتها مع مرور الأيام، هل برأيك بالفعل ستدفع السياسيين اللبنانيين إلى الجلوس على الطاولة والوصول إلى اتفاق نهائي ينقذ لبنان من أزمته الاقتصادية؟ الخطوة الأولى للأسف هي تشكيل حكومة، ونحن يعني اليوم نحن في الشهر 12 بدون حكومة قادرة في لبنان منذ استقالة الحكومة الحالية في 11 آب 2020، وبالتالي الهدف الأول والأولوية هي تشكيل حكومة قادرة تحظى بثقة المواطن اللبناني والمجتمع الدولي، وتضع هذا البرنامج الإصلاحي المتكامل يتضمن إعادة هيكلة القطاع العام،
البرنامج لدعم النمو الاقتصادي، وقف التهريب، مكافحة التهرب الضريبي، وضع شبكة أمان اجتماعية، إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي. هذا كله يتطلب سلطة تنفيذية التي اليوم غير موجودة بالرغم من كل الأزمات المتراكمة في لبنان، من أزمة الثقة التي بدأت في أيلول 2019 إلى أزمة الكورونا وتداعياتها على الاقتصاد إلى كارثة انفجار المرفأ. يعني فقط انفجار المرفأ كان يجب أن يكون حافزاً لأحزاب السياسية في لبنان أن تضع خلافاتها جانباً وتنكب على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ومعالجتها، ولكن للأسف نرى أن المصالح الضيقة السياسية تتغلب على الأولويات المعيشية والاقتصادية التي تزداد إلحاحاً مع التلكؤ السياسي بتشكيل حكومة وبدء تطبيق حلول إن كانت قصيرة الأمد أو متوسطة أو طويلة الأمد لنهوض بالاقتصاد اللبناني من الأزمات المتعددة التي يعاني منها. شكرا لك من بيروت الخبير الاقتصادي نسيب جبريل.